شو بتقول الأفلاك لمواليد العذراء بشهر تموز جولاي من عام 2020؟ المناوشات أو وتيرتها رح تنخفض بهالشهر وبتدخل فترة فلكية أكثر إيجابية من سابقتها، وبتنطلق نحو نشاطات مميزة بحفاوي وحماسة كبيرة وإقبال عزيز العذراء. بالجو تغيير بالسلوك أو بالعمل أو بطريقة التنظيم والتحضير، رح تقوم بمساعي غير تقليدية تتوصل لنتائج سعيدة جدا على أثر اتصالات مع الخارج أو مع بعض الجهات الفاعلة، وربما توقع على عقد. ولا زمن المواجهات العقيمة والقلق والخشية من خلافات كثيرة ومتكررة. رح تدخل هلأ شهر من الآفاق الواعدة، وبتكون الاتصالات مزدهرة جدا وذلك على كل الأصعدة. بتسوي الخلافات الماضية بمساعدة بعض المقربين، وبتتوصل لحلول مرضية جدا للجميع، فبيسود الاطمئنان مكان القلق السابق. بعض مواليد العذراء بيتبوأوا مركز أو بيحلموا بممارسة سلطة معينة بتساعدهم على هالشيء التطورات المهنية الآتية. تتحرك الأمور بشكل غير منتظر متسارع على أثر اجتماعي يمكن بتعقده أو لقاء أو اتصال واقتراح بيجعلك حائر بأمرك بالبداية. هل هي مهمة جديدة توكل لك؟ أو منصب بتفكر بتبوؤه؟ أو ربما خيار مهني دقيق جدا وبيحتم عليك التخلي عن أمر من أجل أمر آخر. بيقول التوجه الفلكي أنه بعض العروض بتحسن بأوضاعك، أو أنه في جديد رح يطرأ هالشهر وبيجعلك متحمس جدا في العمل. كوكب مارس بيوهبك حيوية كبيرة، وبدخوله إلى برج الحمل بيتحدث عن مسألة عائلية أو مالية بتواكب بعض العروض المهنية. بيراوح كوكب ميركور مكانه بالسرطان، وهو بموقعه بيفيد جدا مشاريعك، بيتحدث عن حلول للنزاعات ابتداء من 12 أو 13. بتسجل هالسنة السنة أو هالشهر خسوف بتاريخ 5، وهالشي بمنزلك الخامس أي ببرج الجدي يلي بيفتتح صفحة جديدة بعالم المال والعواطف، خاصة أنه هالخسوف بشكل طالع استثنائي مع ميركور وجوبيتر ومارس، وبيتحدث عن تقلبات بحياتك المادية والمالية. تنصحك الأفلاك بتجنب النشاطات المتعبة أثناء الخسوف، خاصة أنه كوكب المال بالنسبة لإلك وهو فينوس بيروح مكانه ببرج الجوزاء، يعني معاكسك شوي، بيتحدث عن تدخل سلطة معينة بشؤونك المادية. إذا كنت بتنتمي لعالم التعليم والكتابة والتأليف والنشر والتدريس والإعلام والإعلام، فأنت بتطلع على شيء كتير جديد بهالشهر. مثل الأعمال كمان بالشؤون العاطفية الأفلاك مناسبة وبتحمل لك طوالع جيدة، بتشير لفرص سعيدة بمجال الحب والاتصالات الاجتماعية واللقاءات والعلاقات العائلية. بيغمرك المحيط باهتمامه وعطائه، وبتحمل لك الأفلاك دعوات اجتماعية مناسبة ومناسبات مفرحة ومشرقة، خاصة بالنص الثاني من الشهر. يمكن تتولى مسؤولية أحد يلي بتحبهم أو تهتم فيهم، ويمكن تضحي من أجله، ولكن مع رضا كامل عن هالتضحية بتمارس سلطة بحياتك الشخصية وبتفرض رأيك على الطرف الآخر. عزيزي العذراء، بتعيد النظر كمان ببعض القرارات وهالشي بالنص الأول، بعدين بتحدد موقفك نهائيا ابتداء من تاريخ 13 وحتى آخر الشهر. بعض مواليد العذراء بيتحرروا من قيد أو من علاقة ضاغطة، وبيقبلوا على تفاهم جديد وقناعات مختلفة جدا، بيحققوا نجاح بخلق علاقات عائلية أكثر ود وتفاهم. البعض الآخر بيسوي مسألة بيع أو شراء لعقار أو لمنزل بهالشهر.